متابعي موقع مصراوي، اهلا بكم في لايف جديد من مدينه العلمين الجديده. النهارده بيبدا تسليم اول وحدات في ابراج العلمين الجديده، وكمان وحدات الاسكان المتميز ووحدات سكن مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاسكان المهندس شريف الشربيني. موجودين معاكم في جوله داخل مدينه العلمين الجديده وداخل منطقه الابراج اللي خلاص بتنتهي، ويبدأ النهاردة تسليم أول وحدات للحاجزين في الأبراج. مستمرين معاكم داخل منطقة الأبراج في مدينة العلمين الجديدة. زي ما قلنا ان النهاردة بدأ تسليم اول وحدات داخل الأبراج دي للحاجزين واللي حجزوها في الفترة اللي فاتت، والنهاردة كان بداية تسليم الوحدات.